انظر إلى شيخ الإسلام رحمه الله لما وقف في وجوه أهل البدع، ما الذي حصل له؟ أصبح يذكر بذكر عاطر طيب جميل، وتبعه في ذلك طلابه كابن القيم رحمه الله، حتى لو عودي في هذا العصر. إنما يعادى شيخ الإسلام رحمه الله لا لشخصه، لأنهم لم يعاشروه ولم يكونوا معه في مكان، وهم ليسوا معه في زمان، لكن لما يحمله رحمه الله من الحق ومن بيان السنة فهو يعادى. ولكن كما قال تعالى: والعاقبة للمتقين. ومثل ما يقال عن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وينسب إليه أقوالا هو منها بريء، ومنهجه من هذه الافتراءات بريء، وينسب أتباعه إلى أنهم وهابيون ويلمزون ويعابون، لكن كما قال تعالى: والعاقبة للمتقين. فالحق أبلج.